السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقاء قناة المدرسة الرابعية، مرحبا بكم. مرحبا بكم في الدرس 28 من دروس مادة الرياضيات للسنة الثانية من التعليم الابتدائي. عنوان الدرس: القطع النقدية والأوراق المالية. أهداف الدرس: استعمال القطع النقدية والأوراق المالية المتداولة. استعمال النقود في مسائل تتعلق بالحياة اليومية. أكتشف وأتمرن. أولاً، أضع علامة إكس على النقود التي ردها الكتبي لكريم. اشترى كريم كتابا ثمنه 32 درهما. أعطى للكتبي ورقة مالية من فئة 50 درهما. إذا رد الكتبي لكريم 50 ناقص 32 درهما التي تساوي 18 درهما. إذا نحاول أن نكون 18 درهما. 18 درهما تساوي 10 دراهم زائد 5 دراهم زائد درهمان زائد درهم واحد. ثانيا، أحسب قيمة القطع النقدية والأوراق المالية في كل حالة. الحالة الأولى، لدينا درهمان زائد درهمان هي 4 دراهم زائد درهمان هي 6 دراهم زائد درهم واحد هي 7 زائد درهم واحد هي 8 زائد درهم واحد هي تساوي 9 دراهم. الحالة الثانية، لدينا 10 دراهم زائد 5 دراهم تساوي 15 درهما زائد درهمان تساوي 17 زائد درهمان تساوي 19 زائد درهم واحد تساوي 20 زائد درهم واحد تساوي 21 درهما. الحالة الثالثة، لدينا درهم واحد زائد درهمان تساوي 3 زائد 5 دراهم تساوي 8 زائد 10 دراهم تساوي 18 زائد 5 دراهم تساوي 23 درهما زائد 10 دراهم تساوي 33 درهما زائد 10 سنتيمات زائد 20 سنتيما التي تساوي 30 سنتيما زائد 50 سنتيما. إذن مجموع السنتيمات هو 80 سنتيم. إذن المجموع القطع النقدية هو 33 درهما و80 سنتيما. الحالة الرابعة، لدينا 100 درهم زائد 50 درهما تساوي
150 زائد 20 درهما هي 170، زائد 10 دراهم هي 180، زائد 5 دراهم هي 185، زائد درهمان هي 187، زائد 50 سنتيما. إذن عدد هذه القطع النقدية والأوراق المالية هو 187 درهما و50 سنتيما. ثالثا، أضع علامة X على القطع النقدية والأوراق المالية اللازمة لشراء القميص. ثمن القميص هو 179 درهما و90 سنتيما. 179 درهما و90 سنتيما تساوي 100 زائد 50 زائد 20 زائد 5 زائد درهم واحد زائد درهم واحد زائد 50 سنتيما زائد 10 سنتيمات زائد 10 سنتيمات. أستثمر. أولا، أربط كل علبة بالأوراق المالية والقطع النقدية المناسبة. العلبة الأولى ثمنها 58 درهم، العلبة الثانية ثمنها 28 درهما و85 سنتيما، العلبة الثالثة ثمنها 120 درهما و90 سنتيما. الأوراق والقطع النقدية: المجموعة الأولى مكونة من 100 درهم و20 درهما و50 سنتيما وقطعتين نقديتين من فئة 20 سنتيما. المجموعة الثانية مكونة من ورقة مالية من فئة 50 درهما وقطعة نقدية من فئة 5 دراهم وقطعة من درهمان ودرهم واحد. والمجموعة الثالثة مكونة من قطعتين نقديتين من فئة 10 دراهم و5 دراهم ودرهمان ودرهم واحد و50 سنتيما و20 سنتيما و10 سنتيمات و5 سنتيمات. المجموعة الأولى، العلبة الأولى 58 درهما، نربطها بالمجموعة الثانية، والعلبة الثانية 28 درهما و85 سنتيما، نربطها بالمجموعة الثالثة، والعلبة الثالثة 120 درهما و90 سنتيمات، نربطها بالمجموعة الأولى. أتذكر: 5 سنتيمات، 10 سنتيمات، 20 سنتيما، 50 سنتيما، درهم واحد، درهمان، 5 دراهم، 10 دراهم، 20 درهما، 50 درهما، 100 درهم، 200 درهم، سنتيم، سنتيم، درهم، درهم. نشاط ينجز خلال حصة دعم الدرسين 27 و28.
أرسم الأوراق المالية والقطع النقدية لتكوين المبلغ نفسه بثلاث طرق أخرى مختلفة. 325 درهم. المثال مكون من ورقة مالية من فئة 200 درهم، ورقة مالية واحدة من فئة 100 درهم، وورقة مالية من فئة 20 درهما، وقطعة نقدية من فئة 5 دراهم. الطريقة الأولى: ورقة مالية من فئة 200 درهم زائد ورقتان ماليتان من فئة 50 درهما، 200 زائد 50 زائد 50 تساوي 300، زائد ورقة مالية من فئة 20 درهما، المجموع هو 170، 370، زائد قطعتان نقديتان من فئة درهمان، المجموع هو 324، زائد قطعة نقدية من فئة درهم واحد، إذن فالمجموع هو 325 درهما. الطريقة الثانية: 3 أوراق مالية من فئة 100 درهم، هي 300 درهم، زائد قطعتان نقديتان من فئة 10 دراهم، المجموع هو 320 درهما، زائد قطعة نقدية واحدة من فئة 5 دراهم، المجموع هو 325 درهما. الطريقة الثالثة: ورقتان ماليتان من فئة 100 درهم، هي 200 درهم، زائد ورقتان ماليتان من فئة 50 درهما، المجموع هو 300 درهم، زائد قطعة نقدية من فئة 10 دراهم، زائد قطعتان نقديتان من فئة 5 دراهم، المجموع هو 320 درهما، زائد قطعتان نقديتان من فئة درهمان، المجموع هو 324 درهما، زائد قطعة واحدة من فئة درهم واحد، المجموع هو 325 درهما. شكرا لكم أصدقائي على المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.